25 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. قد وصلنا عند قول الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه في شرح السنوسية الكبرى: واعلم أن للنظر كده، واعلم أن للنظر في الشيء أضدادا تخصه وأضدادا تعمه، تعمه وغيره، يعني تعم النظر وغيره وغير النظر. يعني هذا الدرس ممكن إيه يعنون له عنوان جانب نسميه إيه؟ أضداد النظر، يعني ما يضاد النظر. خلاص كده؟ من يقرأ؟ يلا هنا. أيكما أو أحدكما أو كلاكما؟ يلا. ما احنا كلاكما يعني بالتناوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله: نفعنا بعلومه وعلومه في الدارين امين. واعلم ان للنظر في الشيء اضدادا تخصه واضدادا تعمه وغيره، فالخاصه كل ما يوجب الطاقه. لا صلحها، احضار. الخاصة كل ما يوجب إحضار المنظور فيه بالباء. الخاصة كل ما يوجب إحضار، مش إخضار، المنظور فيه بالبال. وحتجدها في الحاشية في الشرح، حتجدها. فالخاصة كل يعني فالخاصة يعني فالأضداد الخاصة، كل ما يوجب إحضار المنظور فيه بالبال كالعلم به، كالعلم به والجهل به، والجهل به. يعني الاثنين دول من الأضداد الخاصة، العلم به والجهل به، أعني المركب. أما البسيط لا يضاد النظر بل يجامعه. خلاص؟ أعني المركب، يعني الجهل أعني المركب، يعني مش الجهل البسيط، إنما المراد بالجهل هو الجهل المركب، لأنه قال: لأنه لو نظر معهما، معهما يعني مع إيه؟ مع العلم بالمنظور به ومع الجهل بالمنظور به، لو نظر معهما لكان، أي النظر معهما تحصيل حاصل. خلاص كده؟ قال: ونظر العالم. لا ده هات الحاشية، ده كلام تاني. قال المحشي رحمه الله قوله: واعلم أن للنظر في الشيء أضدادا كحدوث العالم. يعني في الشيء، يعني بيفسر لنا النظر في الشيء كالنظر في مسألة حدوث العالم، هذا هو المراد بالشيء، كحدوث العالم الذي تعلق العلم به في قولنا.
فحدوث العالم الذي تعلق العلم به في قولنا العالم متغير وكل متغير حادث، لأن النظر في هذه المسألة يفيد العلم بالمطلوب اللي هو النتيجة اللي هي حدوث العالم، مفهوم كده؟ يبقى تعلق العلم به اللي هو العلم اللي هو أفاده النظر. مش قلنا كده اختلفوا في إفادة النظر للعلم مذهب السمنية ومذهب مين؟ المهندسين اللي هم منعوا إفادته في الإلهيات، وأهل السنة يقولون بإفادة النظر العلم مطلقا يعني في الإلهيات وغيرها. قال كحدوث العالم الذي تعلق به الذي تعلق العلم به في يعني العلم اللي هو أفاده النظر، مش تعلق العلم عن العلم الإلهي، مفهوم؟ مش واحد لم يفهم كلمة تعلق العلم، هو العلم متعلق بأقسام الحكم العقلي الثلاثة الواجب والجائز والمستحيل. كحدوث العالم الذي تعلق العلم به في قولنا العالم متغير وكل متغير حادث، وكقدمه الذي تعلق الجهل به. ما عشان كذا قال هو قال في أضداد خاصة اللي هي العلم به، خلاص كذا اللي هي الخاصة ما يوجب إحضار المنظور فيه بالبال كالعلم به والجهل به. وذلك جاب مثالين، مثال للعلم أنت مثلا تعلم أنك تعلم أن العالم حادث، فهذا يضاد النظر لأن النظر في هذه الحالة سيترتب عليه تحصيل الحاصل، ما أنت تعلم بحدوث العالم. وبعدين والجهل به، ويريد الجهل المركب، وراح قال قال كالنظر في حدوث العالم اللي هو هيترتب عليه العلم اللي هو موجود، وكقدمه الذي تعلق الجهل به. وكقدمه الذي تعلق الجهل به أي الاعتقاد غير المطابق في قول الفلاسفة. أيوه هو ده الجهل المركب، الاعتقاد غير المطابق، أي الاعتقاد غير المطابق في قول الفلاسفة العالم معلول لعلة قديمة وكل ما كان كذلك فهو قديم. ثم إن النظر لم يتعلق بالحدوث أو القدم مثلا، يعني هو بيقول لك كيف يقول حدوث العالم الذي تعلق العلم به؟ طب هل النظر تعلق بالحدوث أو بالقدم؟ ولذلك يقول ثم إن النظر لم يتعلق بالحدوث أو القدم مثلا، كان ده مثال، إنما النظر مش متعلق بالحدوث إن العالم في نفسه حادث أو في نفسه قديم، إنما النظر تعلق بالدليل اللي وصلنا إلى أن العالم حادث أو بالشبهة اللي وصلتنا إلى أنه قديم، اللي هي شبهة مين؟ الفلاسفة. ثم إن النظر لم يتعلق بالحدوث أو القدم مثلا، بل بالدليل أو الشبهة الموصلة لما ذكر. يعني إذا وصلنا إلى علم يبقى دليل، إذا وصلنا إلى خطأ أو إلى جهل فهو شبهة. ففي بمعنى باء السببية أو الكلام على حد فين الله. فين واعلم أن للنظر في الشيء، في الشيء يعني النظر بسبب الشيء، يبقى في بمعنى باء السببية، لأن النظر لا يكون في الشيء ولكن يكون بسببه. النظر يعني في شأنه أو بشأنه، إنما النظر في الحقيقة في الدليل في المقدمات في ترتيبها في الذهن اللي توصل، أو في الشبهة اللي توصل إلى الجهل. أما الشيء في ذاته لا يتعلق به النظر، وإنما يتعلق بالدليل أو بإيه الشبهة. يبقى صارت في أن للنظر في الشيء يعني بسبب اللي خلاني أنظر في الدليل، السبب اللي هو الشيء ده اللي هو عاوز أعرفه حادث أو قديم اللي هو العالم مثلا، وضحت؟
ثم إن النظر لم يتعلق بالحدوث أو القدم مثلا بل بالدليل يعني ده ليه قال مثلا؟ عشان أي حاجة زي كده تؤدي إلى علم أو تؤدي إلى جهل، وليس المراد خصوص الايه الحدوث أو القدم، وهو النظر في أي مطلوب. ثم إن النظر لم يتعلق بالحدوث أو القدم مثلا بل بالدليل أو الشبهات الموصلة لما ذكر. الناس اللي بره الصوت ما يقولوا ما اتقوا يوما ترجعون فيه، إذا كان يؤمن باليوم الآخر يقولهم كده مش كده ها؟ يقول يا شيخ خفيك بمعنى باء السببية أو الكلام على حذف مضاف. يعني يا إما تخلي فيه بمعنى باء السببية، يعني بسببي بسبب العالم هذا نعرف حادث أو قديم، يعني أو في شأنه يبقى بسببه ماشي، أو تكون فيه زي ما هي بس يبقى في شأنه، يعني في شأن العالم هل هو حادث أو إيه أو قديم، لأن المنظور فيه مش هو العالم إنما هو الدليل نفس الإيه نفس الدليل الموصل إلى إيه إلى المطلوب. قال قوله كل ما يوجب، إبقى المنظور فيه هو نفس الإيه الدليل ده. أمال الشيء كان النظر بسببه أو كان النظر في شأنه، يعني فيما يتعلق بشأنه. قوله كل ما يوجب، كل ما يوجب إحضار المنظور فيه، إذا صلحت كده إحضار إحضار المنظور فيه بالبالي. قال هذا ضابط للأضداد الخاصة لا تعرف فين احنا في الحاشية ولا فين حاشية. أي بسببه قوله إيه إحضار 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 قوله كل ما يوجب كل ما يوجب هذا ضابط لإيه هذا ضابط للأضداد الخاصة لا تعرف يعني مش هو تعريف الأضداد الإيه الخاصة وإنما هو ضابط لها، فلذا أتى بكل، عشان كده قال إيه كل. قوله فلذا قال كل ما يوجب هذا ضابط للأضداد الخاصة لا تعريف فلذا أتى بكل، والمراد بالإيجاب الاستلزام. يعني كل ما يوجب يعني كل ما يستلزم، والكلام على حذف مضاف أي كل ما يوجب جواز إحضار، يعني في إيه في محذوف اللي هو إيه كلمة جواز، والكلمة اللي بعدها في الحاشية اسمها إيه إحضار، واللي فوق اسمها إيه إخ لا الفوق بالطاء لا لسه وهو لسه يقرأ الكلام على حذف مضاف أي ما يستلزم جواز إيه أي ما يستلزم جواز إحضار هنا صح جاي خطأ مرتين المرة الأولى فين فوق وبعدين في الشرح بيقول إيه فين في الحاشية تحت قوله إحضار اللي جاي لسه جاي أي ما يستلزم إيه إحضار إنه يعني يحضر أو تستحضره. قوله المنظور فيه أي بسببه، قوله إحضار المنظور فيه أي بسببه أو في شأنه، لأن المنظور فيه هو نفس الدليل لأن النظر تعلق به. يبقى إذن قوله إحضار المنظور فيه يعني المنظور بسببه أو في شأنه، لأن المنظور فيه زي ما قلنا هو إيه هو الدليل نفس الدليل، لأن النظر تعلق به والمنظور بسببه
اللي هو الشيء هو المطلوب كحدوث الايه العالم. يبقى فيه منظور فيه يعني منظور بسببه او منظور في شأنه. لماذا قدرنا هذا؟ لان المنظور فيه هو نفس الايه الدليل، والنظر تعلق به. اما المنظور بسببه هو ايه؟ هو المطلوب كحدوث الايه العالم. يبقى حدوث العالم ده هو المنظور بسببه. طب والمنظور فيه هو الدليل. يعني كأنه احنا المنظور بسببه اللي هو النتيجة، والمنظور فيه هو ايه؟ الدليل. قوله إحضار المنظور فيه أي بسببه أي في شأنه، لأن المنظور فيه هو نفس الدليل، لأن النظر تعلق به والمنظور بسببه هو المطلوب كحدوث العالم. يبقى فهمت كده؟ المنظور بسببه هو المطلوب، والمنظور فيه هو ايه؟ الدليل. قوله كالعلم به أي كالعلم بالمنظور لأجله، فالعلم بالحدوث يضاد النظر في الدليل الموصل له. لأنه الدليل حيوصلك لإيه؟ لحدوث العالم، وأنت تعلم بحدوثه، فيكون النظر لأجل تحصيله فيقتضي انعدامه حين النظر، ويقتضي أيضا وجوده. يبقى هنا حصل إيه؟ الضد. الضدية هنا بمعنى إيه؟ التناقض، يعني وجوده وعدم وجوده. فالضد هنا مش الضد الاصطلاحي، وإنما إيه؟ الضد اللغوي اللي هو معناه إيه؟ التناقض، يعني عدم حصول الإيه؟ المنظور فيه، عشان كده بتستدل عليه عشان يحصل، وهو حاصل، يبقى هو موجود. يبقى اجتمع إيه؟ النقيضان، ما هم ضدين بس بالمعنى الايه اللغوي اللي هو ما يعم النقيضين والضدين وغيرهم. واضح؟ قوله كلام يعني لماذا كان واحد يقول كده؟ هو صحيح تحصيل حاصل مفهومة، لكن لماذا كان العلم بالمنظور فيه ضدا من الضاد الايه النظر؟ لان النظر يقتضي عند النظر انعدام الايه المطلوب، مش موجود عشان اتوصل اليه. واضح كده؟ ووجوده قبل ايه النظر، يعني معناه اجتمع ايه وجوده وعدمه، وهذا هو ايه التضاد. وضحت ولا لسه؟ قال مش يعني مش شايفكم، مش كده ساكتين كده كأنكم مش موجودين وانتم موجودين. ده من وجودكم، ده من اضداد النظر. ايوه، في منظور لاجله. فين منظور لاجله؟ هو اللي بسبب في منظور فيه. المنظور لاجله اللي هو الشيء ده، عاوزين في شأن، في شأن ده المطلوب اثباته. المنظور بسبب، اما المنظور فيه هو الدليل. هو الدليل. فعلمي لأجله، علمي به مقدما، أنا أعرف مسبقا. لا، احنا هنتكلمش في علمك بالمنظور لأجله، احنا عاوزين علمك بالمطلوب. هو المطلوب. لا، المنظور لأجله هو المطلوب. أي بس هو بيسأل الآن، ده ذات العالم أو وجود العالم، ده حدوث العالم. حدوث العالم، أنا الآن نظرت في إيه في العالم لأتوصل لحدوثه. الشيء هنا في حذف المضاف، يعني في شأنه، يعني فيما يتعلق بشأنه من حدوث أو عدم. ففرق بين العالم كموجود أو كشيء، وبين النظر مش الذي يؤدي إلى المطلوب. إحنا مش المطلوب هو ذات العالم، المطلوب هو حدوث العالم أو قدم العالم اللي هو الشبهة. يبقى هنا في شيء، خلاص كده. إذا تعلق النظر بما يرتبط مش بالشيء نفسه، بشأنه، كأني أنظر في العالم، خلاص، يعني في الأدلة الموصلة إلى حدوثه. يبقى في شيء وشأنه أن يكون حادثا أو قديما، فإذا نظرت في دليل فهذا يسمى ينتج له العلم، أو في شبهة ينتج له الجهل، والمقصود به الجهل له
المركب. يبقى هنا اجتمع عند النظر ايه؟ عدم وجود العلم بالمطلوب، مش العلم بالشيء. العلم بالشيء ده موجود، العلم بالشيء نفسه اعلم ان العالم موجود، لكن انا عندي مشكلة، هل هو حادث او انه قديم؟ فلأجل هذا آتي بالدليل او بالشبهة. خلاص يا سيدي الشيخ، ولا انا كل عصيب عميضة. أنا المشكلة بس عشان ما هي المشكلة؟ أنا فاهم إن حدوث علمي بالمطلوب معنى الشيء، ما المراد بالشيء؟ خلينا هنا في المثال ده، يقول لك أن النظر في الشيء، هل النظر في ذات الشيء؟ الشيء اللي أنا عايز أثبته هو حدوث العلم، ولا النظر في شأنه؟ أنا مش بنظر العلم. مش بنظر في الحدوث ده، الحدوث ده اللي هو هيتحصل عليه، ولا مش بنظر في العالم، بنظر في الدليل. بنظر في الدليل، هذا هو المنظور فيه. والمنظور بسببه هو ايه؟ هو العالم اللي عايز اثبته بقى، حدوث العالم او قدم. ما انت عاوزين بتحاجتين، عايز اثبت حاجه من هذا، عاوز تثبت هذه يدين، انت بسببه، يا اما بسبب الحدوث او بسبب الايه القدم، فبنظر في الدليل من اجل ان اصل هذا المطلوب. تمام. ايه بقى اللي يضاد هذا النظر؟ علمي، علمي بان العالم، بان العالم اصلا يعني علمي بهذا المطلوب. حصول حصول المطلوب، حصوله عندي يضاد النظر في، يضاد النظر في ادلته، لان ده يبقى تحصيل حاصل. ما هو ده اللي احنا بنقول، ماذا قلنا اكثر من ذلك؟ اديك انت شرحتها لنفسك خلاص كده، انا فاهم صح 100% صح فوق الصح. اذا كان هناك فوق الصح، زمان واحد صح الورقه فلقيها ايه سليمه وحلوه وجميله، فالرجل مستجلل يديله 100، طب هو في الدرجه اخرها كده، فكتب قال ايه 100 من 100، ولو كان هناك فوق 100 لاعطيته. قال كده هو يا رفيع يا ده، والله ما اعرف بيجيبوا منين ده، ده اسمه ده يضاد النظر ده اللي فوق الميه. ده مثال عملي. مثال عملي يعني مثلا ايه، شوف كده رجل جاء في الحديث السلام عليكم ورحمه الله، فاكرين القصه اللي انتم عارفينها؟ قال وعليكم السلام ورحمه الله، فجاء رجل اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فجاء رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب زاد الأول وزاد الثاني، ولماذا لم تزد الثالث؟ هنقعد يبقى دور وتسلسل وبركاته ورضوان وأنوار مش هنخلص. فقال هذا اللي هو الثالث أتى بالكمال فأتيناه بالكمال. ولذلك قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا إيه؟ ما فيش حاجة بقى الإحسان، خلاص أعلى حاجة إن الله يأمر بالعدل، وفي حاجة أعلى اللي هو الإيه؟ الإحسان. هي فوق الإحسان ثاني تدلوا قلمين إيه؟ ما خلاص ماذا فوق الإحسان للدرجة الإيه؟ خلاص كده الإحسان ده. لذلك أعرابي بيقول للمرأة في الصحراء بيقول لها إيه؟ اشتد بهم الجوع فطلبوا منها أن تبيع لهم الشاه، فقالوا لها بكم؟ قالت 50، يلا هي تسوى 70 بس هاتوا إيه؟ فقال الأعرابي أو من معه إيه أحسني، يعني نسألك الإيه الإحسان. قالت هاتوا 5، استغربوا من 50 لـ5، فقالوا يعني أتهزئين بنا؟ قالت لا والله، ولكن سألتموني الإحسان، والإحسان يقتضي أن أعطيكم الشاه بغير مقابل، ده الإحسان، ولولا الحاجة ما أخذت 5، الإحسان يقتضي أنه إيه أديها لكم في وقت الإحسان. إن خدت أي حاجة في مقابل الإحسان تبقى رجل بارد، ما إيه تاخد إحسان يعني إيه ده الإحسان معناه كده.
مش الاحسان تقول له خد النص نص هي ربع. الاحسان يلا والله يأمر بالعدل والايه والاحسان وايتاء ذي القربى. قوله كالعلم به اي كالعلم بالمنظور لاجله، فالعلم بالحدوث يضاد النظر في الدليل الموصل له لان النظر لاجل تحصيله او شرحها فيقتضي انعدامه تحصيله فيقتضي يعني طالما هتنظر يعني معناها مش موجود العلم به مش كده، وهو موجود فاصبح ايه هناك تضاد والا فيقتضي انعدامه حين النظر والا كان النظر طلبا لتحصيل الحق. يعني لو كان موجود وانت بتنظر عشان تصل الى الحدوث وهو عندك العلم به متقرر بهذا تحصيل حصل واضح؟ نعم. ثم ان هذا مثال لقوله يعني قال لك يقتضي انعدامه والا يعني وان لم يكن يقتضي انعدامه لكان تحصيل ايه؟ حصل. ثم إن هذا مثال لقوله ثم إن هذا مثال لقوله كل ما يوجب إلى آخره يعني كل ما يوجب إحضار المنظور فيه بالبال كالعلم به والجهل إيه؟ به أعني الإيه المركب. وإحنا قلنا إيه النظر عنوان الدرس الضاد إيه النظر، يبقى ما يضاد النظر ضدية النقيض زي ما قلت لكم ايه الموت الموت خلاص كده الاضداد الايه العامة اللي هتيجي الموت والنوم والغشية والاغماء والسكر والجنون والغفلة دي الاضداد الايه العامة لانها تضاد النظر وتضاد الادراك نفسه يعني تعم النظر وتعم الايه الادراك. شفت واحد مثلا في غفله يفهم، شفت ميت يعقل، شفت مثلا واحد نايم تقعد تشرح له الدرس وهو يعمل لك كده يقول لك انا فايق، ده كله ده يضاد الايه الادراك نفسه عموما سواء كان نظر او غير ايه او غير نظر. يلا. ثم إن هذا مثال لقوله كل ما يوجب إحضار المنظور فيه بالبال كالعلم به، فالعلم بحدوث العالم يوجب إحضار الحدوث. هنا صلح الكلام إحضار الحدوث الذي وقع النظر بسببه بالبال. نعم. وهذا بالنسبة للدليل القائل العالم متغير وكل متغير ايه فهذا يوجب احضار الحدوث فين الذي وقع النظر بسببه يعني بسبب الوصول اليه بالبال. يلا اشتغل. قوله والجهل به اي والجهل كالعلم به والجهل به اي والجهل بالمنظور في شأنه اعني اعتقاد القدم فهو يضاد النظر في الشبهات الموصلة له، وهذا بالنسبة للشبهات القائلة العالم معلول بعلة قديمة. يعني هو جاب لك مثالين، الأول للدليل والثاني لإيه للشبهة. الدليل هو العالم حادث وكل حادث إيه متغير، الشبهة العالم إيه قديم العالم معلول لعلة قديمة، وكل ما كان معلول لعلة قديمة فهو قديم، لأنه هات الشرح لأنه والجهل به أعني ليه المركب لأنه لو نظر أعني معهما لكان المركب لأنه لو نظر معهما يعني مع العلم به المطلوب ومع الجهل به لكان إيه تحصيل الحاصل. قال حاشم كمل لا اكمل الشرح وبعد كده ندخل على الحاشم. قالوا ونظر العالم ونظر العالم في دليل اخر نظر العالم يعني واحد يقول لك الله تعالى احيانا نجيب على المساله اكثر من دليل. طب انت قلت هذا
في دليل، فحصل لي العلم بالدليل الأول اللي هو إيه؟ العالم متغير وكل متغير، فلما نظرت في تغير العالم مش كده وصلت إلى إيه؟ إلى أنه حادث. فعاوز إيه؟ أنظر في دليل آخر. لما حيبقى نفس المشكلة، فرح إيه؟ استدرك. قالوا ونظر العالم في دليل آخر إنما هو لاختبار دلالته لا للاستدلال به. يعني كأني أنا بجيب دليل تاني عشان أختبر الدليل هل يوصل إلى الإيه؟ إلى نفس المطلوب أو لا، وليس لإيه؟ للاستدلال به. ولذلك بيسموها إيه شفناني الإيه؟ التحقيق والتدقيق. أيوة مش يعني الدليل دليل يعني يجيب أكثر من دليل يبقى اسمه ده إيه ده؟ يذكر للمسألة دليلين أو يحدد الدليل بدليل. يبقى اسمه إيه ده؟ التدقيق. التدقيق. أما التحقيق يعني ذكر المسألة بدليل، يعني عاوز يدقق إيه؟ زيادة، فيبحث عن دليل إيه؟ آخر. يبقى هو الدليل الآخر مش هيفيدني خلاص، الإفادة بالمطلوب وصل عندي، بس عاوز أشوف الدليل الآخر هل يوصل. يعني زي مثلا بامتحن اتنين في القرآن، فرحت سائل واحد نفس السؤال مش عشان إيه يوصلني إلى العلم لأنه حصل بالسؤال الأول، وإنما عشان أختبر هل حافظ زي الأول ولا مش حافظ. ونظر العالم في دليل آخر إنما هو لاختبار دلالته لا للاستدلال به، وكالشك فيه كلمة الدلالة فيها الفتح والضم وإيه والكسر، دلالة طبعاً دي غريبة، ودلالة ودلالة فيها الثلاثة مثلثة، عشان اللي قاله الشيخ ناجي بالفتح وأنا اللي قلته إيه بالكسر، أنا بختار الكسر من باب التواضع باب الانتصار. هو بيختار الفتح من باب الاستعلاء. ماشي. الضم شاذ ده زيك انت. قالوا ونظر العالم في دليل العالم آخر. نظر العالم. ونظر العالم في دليل آخر إنما هو لاختبار دلالته لا للاستدلال به، وكالشك فيه والظن فيه والوهم، لأنه متى نظر في طرف لم يخطر بباله الطرف الآخر. وهل عدم الخطور للطرف الثاني الموجب للتنافي عقلي أو عادي؟ مش عارف الخطور. الخطور هنا صح كده؟ لم يخطر يبقى هنا ايه؟ خطور. وبرضه ممكن تكون لم يحضر، يعني الاثنين ماشي، حضر وخطر ماشي. فلما قال والجهل به، قال اعني ايه؟ اعني الجهل الايه؟ المركب مش كده؟ لأن التصديق بالنتيجة الصحيحة اللي هو العلم. طيب والتصديق بالنتيجة الفاسدة هو إيه؟ هو الجهل. اللي هو الجهل الإيه؟ المركب. مضاد لإيه؟ للنظر. لأن النظر حينئذ يكون لإيه؟ لتحصيل هذه النتيجة. وهي حاصلة، فيكون في ذلك تحصيل الإيه؟ الحاصل. فالعلم بها والجهل بها مضاد للنظر. العلم بها والجهل بها مضاد ليه؟ للنظر. طب يجي واحد يقول لك لما هو اصلا جاهل بالنتيجه قبل النظر، صح ولا لا؟ كيف يكون الجهل بها مضاد مع انه الاصل؟ قال لك يريد الجهل المركب، هو الايه اللي هو اعتقاد الضد، مفهوم كده؟ يبقى مش المراد الايه اي جهل، انما الجهل الايه المركب. فالعلم بها كالجهل المركب بها مضاد للنظر. اما البسيط وهو عدم معرفة النتيجة فلا ينافي النظر لتحصيلها بل يجامعه. واضح؟ يلا. قالوا ونظر العالم في دليل آخر إنما هو لاختبار دلالته لا للاستدلال به. عندما قال قالوا
ده إجابة عن اعتراض محتمل. قالوا إذا كأنه في اعتراض إيه؟ محتمل. ما هو الاعتراض المحتمل؟ أن العلم بالنتيجة من الدليل الأول لا يمنع الناظر من النظر في دليل آخر، وده الاعتراض. وحاصل الجواب، يعني الجواب على هذا الاعتراض، أن النظر في الدليل الآخر ليس لتحصيل النتيجة، فإنها حاصلة يعني بالدليل الإيه؟ الأول، ولكن لاختبار همشي معاك دلالته ومعرفة إن كان يستلزم هذه النتيجة أو لا. هذه فائدة النظر في دليل إيه؟ آخر. يلا. قال: ونظر العالم في دليل آخر إنما هو لاختبار دلالته لا للاستدلال به. وكالشك فيه، وكالشك معطوف على إيه؟ كالعلم به، يعني هو بيتكلم على الأضداد الإيه الخاصة. إيه الأضداد الخاصة؟ كالعلم به والجهل به وكالشك فيه والظن فيه والوهم. يبقى ده كله معطوف على إيه؟ ها؟ على كالعلم به والجهل به والشك فيه والظن فيه والوهم برضو فيه، لأنه متى نظر في طرف لم يخطر بباله الطرف الآخر. ليه؟ لأن الشك أو الظن أو الواهم يخطر بباله الطرفان. ما دامت بالشك يبقى بيحصل ايه عندك؟ تردد. الشك والظن والواهم يخطر بباله ايه؟ ها؟ الطرفين. ما هما الطرفان؟ زي الحدوث والقدم او زي الاثبات ايه؟ والنفي. بخلاف الناظر متى نظر في طرف لم يخطر بباله الاخر، فهناك تناف بين النظر خلاص من جانب، وبين الشك والظن والوهم من جانب آخر. لأنه لو كان ناظرا مش هيخطر بباله ليه الطرف الآخر، أما الشك والظن والوهم بيخطر بباله إيه؟ وهذا معناه ايه؟ تضاد، لانه يجمع بين النفي وبين الايه؟ الاثبات. فهمت؟ يلا بقى. خلاص يعني كمل. قالوا: ونظر العالم في دليل اخر انما هو لاختبار دلالته لا للاستدلال. يبقى ده كل ده ايه ده؟ والجهل من بعد اعني الايه؟ عن المركب. خلاص كده يبقى كل ده يعني اعتراض. يبقى كالشك معطوف على ايه؟ معطوف على الجهل، والعلم الجهل معطوف على العلم، والشك معطوف على الجهل، والظن معطوف على الشك، والوهم معطوف على الظن، وهكذا كله معطوف على ايه؟ على بعضه. وده كله اسمه ايه؟ الضاد النظر الايه؟ الخاص. يعني ايه الخاصة؟ اللي هي تخص النظر وحده، انما اذا كانت تعمه وغيره يبقى هي الايه؟ العامه. ما تخليكم معايا، حرام عليكم. انت بس اللي معايا. طب والباقي مع مين؟ مع الله. يعني انا احنا الثلاثه، يعني انا ده بيراك، واحنا بس الثلاثه اللي مع الله، وانتم مع مين؟ مش عارف. قول يا رب. وكالشك فيه والظن فيه والوهم، لأنه متى نظر في طرف لم يخطر بباله الطرف الآخر. يعني إذا كان بينظر يبقى مش هيخطر بباله الطرف الآخر، لأنه مش هيجتمع النفي مع الإيه؟ مع الإثبات. سؤال هنا: وهل عدم الخطور للطرف الثاني الموجب للتنافي؟ يعني إذا خطر الطرف الثاني يعني مع الأول، هذا يوجب استنى يا أخي، هذا يوجب التنافي، ف
فهنا بيقول لك سؤال، هل عدم الخطور للطرف الثاني لانه لو خطر هيوجب الايه التنافي، هل عدم الخطور ده اللي هو يوجب التنافي هل عقلي ولا عادي؟ خلاص كده فيه تردد لمين؟ للمتكلمين بس كده. اكمل بس وعشان نقول الاضداد العامة كده خلصت الاضداد الايه الخاص الحاشي. قوله نبدأ من تحصيل الحاصل. قالوا جواب عما يقال، كيف يكون النظر مضادا للعلم مع أن العالم بالشيء ينظر فيه مع كونه عالما به؟ نحو هذا يجب البعد عنه لأنه نمام، وكل نمام يجب البعد عنه، ولأنه زان وكل زان يجب البعد عنه، ولأنه سارق وكل سارق يجب البعد عنه. فنحن نعلم من الدليل الأول أنه يجب البعد عنه. من الدليل الأول اللي هو إيه؟ اللي هو هذا إيه؟ نمام. خلاص يبقى ما فيش داعي نجيب دليل مركب، ما هو من الأول لما قلنا ده نمام ما فيش داعي أقوله كله نمام، لأنه كونه يجب البعد عنه أفدناه أو عرفناه من الدليل الأول، فليه نجيب الكبرى وبعدين نستنتج ليه أنه يجب البعد؟ ما خلاص قال ما سمعت كلمة نمام يعني يجب، زاني يبقى يجب رجمه والبعد عنه برضه، سارق كذلك، كذاب كذلك، مش فقط النمام يعني والمغتاب. فمقتضاه منع النظر في الدليل الثاني والثالث، يعني مقتضى كده انه ما ننظرش في الثاني ولا في الثالث لانه النتيجة معروفة منين؟ من الاول. ما هو حنصل ليه انه يجب البعد عنه. فمقتضاه منع النظر في الدليل الثاني والثالث لما فيه من طلب تحصيل الحاصل مع انه صحيح، وان كان العالم بالشيء ينظر فيه مع كونه عالما به، فاين التضاد؟ هو ده اللي عاوز ايه يجاوب عليه. هو قال فأين التضاد؟ مش كده؟ رد عليه فوق على اختبار دلالته لا للاستدلال. جميل، خلاص كده؟ يكفيكم الإجابة دي؟ خلاص. أنا اللي غلطان، يلا. قوله ونظر العالم بالكسر. أي ولو بحسب الاعتقاد ليشمل الجاهل. ونظر العالم أي ولو بحسب الاعتقاد ليشمل الجاهل. كيف يقول ونظر العالم وكلمة العالم تشمل الجاهل؟ لأن الجاهل المركب يظن نفسه عالما، فعشان كده قال ليشمل الجاهل. هو عالم بس عالم بالشيء على خلاف ما هو، يبقى جاهل بس جهل ايه مركب، وهذا ألعن من الجهل الايه البسيط. قوله ونظر العالم اي ولو بحسب الاعتقاد يعني الجهل. يعني لما يعني انت ممكن تعملها من باب المداراة دي، فتقول للجاهل انت عالم يعني بجهلك. تكني دي كده كده. انا مرة واحد قال لي كده من المشايخ، يقول هذا رجل ضرب المثل في الوفاء، سبحان الله، قال الوفاء في عدم الوفاء، فهذا نوع من الوفاء بس في ايه في عدم الوفاء، يعني في دي وفي جدا فانه ما ايه زي ما يقول لك واحد صدق في انه لا يصدق، مش ده نوع من الصدق؟ قال لا أصدق وصدق في هذه الكلمة. قوله نظر العالم أي ولو بحسب الاعتقاد ليشمل الجاهل، وقوله في دليل آخر أي كنظر العالم بوجوب البعد عن هذا في الدليل الثاني والثالث فيما تقدم. قوله إنما هو لاختبار دلالته أي الدليل، قوله ونظر العالم أي ولو بحسب الاعتقاد ليشمل الجاهل، وقوله في دليل آخر كنظر العالم بوجوب البعد عن هذا في الدليل الثاني
والثالث يعني فيما بعد الأول كما إيه؟ إنما هو لاختبار دلالته، يعني الدليل الإيه؟ الثاني والثالث وما بقى الآخر، إذا قال الآخر يشمل حتى لو كانوا 100 دليل. قوله إنما هو لاختبار دلالته أي الدليل الآخر، هل أي هل يستلزم تلك النتيجة العالم بها؟ لا لا أو العالم بها هل يستلزم تلك النتيجة؟ ماشي العالم بها ليه العالم ليه؟ التي يعلمها تلك النتيجة مش كده؟ تلك النتيجة العالمة ماشي صح. هل يستلزم تلك النتيجة العالمة بها أو لا؟ قوله لا للاستدلال به أي لأجل تحصيل العلم، يعني لا لأجل تحصيل العلم لأنه حصل، وإنما من أجل اختبار الدليل هل يوصل إلى نفس النتيجة أو لا. نعم. ولو قال أي لأجل تحصيل العلم، ولو قال لاختبار دلالته لا لتحصيل العلم به لكان أوضح، يعني بدل ما يقول إيه لا لو قال كده من الأول لاختبار دلالته يبقى كان أوضح. قوله وكالشك عطف على قوله كالعلم، زي ما قلنا لكم كالعلم به، والفاء في قوله فيه زي ما قال قبل كده كالشك فيه، يعني الشك بسببه، فاء الفاء لإيه؟ للسببية، أي وكالشك في المنظور بسببه ومن أجله، وهو إيه؟ حدوث العالم. وقوله والظن فيه أي للمنظور بسببه كحدوث العالم، وقوله والوهم أي للمنظور لسببه كالحدوث المذكور، يعني إما يكون إيه شك أو وهم أو إيه أو ظن. وأنتم عارفين الفرق بين الثلاثة، بين الظن والوهم والشك. الظن له إدراك الإيه الطرف الراجح، والشك استواء الطرفين، والوهم إدراك الطرف المرجوح. أفهم كده؟ قوله لأنه أي الناظر، وهذا بيان لوجه التضاد بين النظر وبين ما ذكر. الآن هنا حيعلل يقول لأنه متى لأنه لا هذا بيان ليه مولا؟ هذا بيان لوجه، يعني كأنه عايزين نعرف ما هو وجه التضاد بين النظر وبين ما ذكر، ما هو الذي ذكر اللي هو الوهم والشك وإيه تاني والظن. قوله متى نظر في طرف أي بسبب طرف كالحدوث، وقوله لم يخطر بباله أي الناظر، وقوله الطرف الآخر أي الذي هو القدم. يعني إذا أنا نظرت في حدوث العالم لم يخطر ببالي إيه قدمه، إذا نظرت في قدمه لم يخطر ببالي إيه حدوث. أي وهذه الثلاثة من لوازمها خطور الطرفين بالبالي، وهذه الثلاثة اللي هي الظن والشك والوهم من لوازمها خطور الطرفين بالبال، فهذه الثلاثة لوازمها منافية للازم للازم النظر، وتنافي اللوازم يوجب تنافي الملزومات، يعني في لازم وفي ايه ملزوم، فإذا تنافت اللوازم فهذا يستلزم تنافي الملزومات. قوله وهل عدم الخطور أي في بال الناظر، وقوله الموجب بالرفع صفة للعدم. يعني وهل عدم الخطور للطرف الثاني الموجب مش الموجب، لأنه نعت الايه نعت العدم وهو ايه مرفوع عدم. وقوله الموجب للتنافي أي بين النظر وبين كل من الظن والشك والوهم، لأن عدم خطور الطرف الثاني بالبال مناف للازم الظن والشك والوهم، وتنافي اللوازم يوجب تنافي الملزومات. السؤال هنا بيقول لك هل عدم الخطور للطرف الثاني اللي هو موجب للتنافي، لأنه لو خطر لوجب الايه التنافي، هل هذا العدم عقلي ولا عادي؟
فيه تردد، يعني زي ايه اختلاف بين الايه المتكلمين. ولكن المعتمد كما رأى الشيخ الحامدي في الحاشية قال قوله او عادي هو المعتمد، يعني كأنه في قولين، ايهما المعتمد؟ انه ايه عادي وليس ايه عقلي. لماذا كان العادي هو المعتمد؟ لانه يمكن ان يتخلف بحيث يخطر ببال الناظر الطرف الايه الثاني، يمكن، وده ايه جواز يعني جائز ان يخطر الثاني، بس في هذه الحالة هيشتبه الامر بالشك وايه والظن والايه والوهم، لكنه غير ممتنع عقلا، خلاص. وعشان كده قال ايه هو المعتمد او عادي هو المعتمد. هو بس الاشكالية هنا ايه، لو انه جاز خطور الطرف الثاني يبقى في هذه الحالة ايه الفرق بين النظر وبين الشك وبين الوهم، وهي متنافية. هي في العادة طبعا ايه في استلزام، يعني لا يخطر في النظر الطرف الايه الثاني، لما يخطر في الشك والظن والايه والوهم، لكنه يجوز ان يخطر، ولهذا كان عاديا. هنا المسألة دي تشبه المسألة بتاع ايه ترتب النتيجة على الايه المقدمات، هل هو عقلي او عادي او الاحتمالات اللي ذكرها فين في شرح ليه السلم، واجب مش كده، عقلي وعادي والاول المؤيد مش كده الكلام اللي ايه الموجود. لكن مش عارف ليه كده انا اطمئن اليه انه ده عقلي مش عادي، والله اعلم، يعني لانه هيحدث عندي انا ايه لبس في الحل. معاي انت مش معاي؟ ما هو بيقول لك عدم، طالما في شك يبقى يخطر ببالك طرفين، قلنا الظن ادراك طرف ايه مرجوع في طرفين راجح، بس اذا الظن جاي ادركت الايه الطرف الراجح، ادراك الراجح يعني معناه في ايه طرف ثاني اللي هو المرجوع، والشك استواء الطرفين، والوهم ادراك الطرف الايه المرجوع، يبقى كله ده في طرفين، كله في طرفين، تمام كده. انما في العلم ما في غير طرف واحد، والا لصار العلم ايه هيتردد، ما دام حاجتين جوا في بالك احتمالين مش هينفع، يبقى لازم يجي احتمال واحد اللي هو لا ليس له ايه نقيض اللي هو العلم، مش كده؟ نعم. ما هو ماشي، ما هو يده يده، ما هو مش قال حتى عبر بكلمه العالم حتى يشمل الجاهل لانه يظن انه عالم، مش هتهمنا دي، المهم حيصل الى ما يعتقد انه علم سواء كان صحيح او غير صحيح، صحيح عند الناظر النظر الصحيح، وغير صحيح عند النظر الفاسد، من نظر في فاسد وفي صحيح، كونه ما يخطرش ببالك الطرف الثاني ده، هل هذا عقلي له عدم الخطور ولا عادي؟ لو كان عادي يعني يمكن تخلفه، فيجوز ان يخطر الطرف الثاني، فحينئذ اي فرق بين العلم وبين الشك وبين الظن وبين الوهم؟ تصورت المسألة؟ قلنا العلم ادراك طرف واحد، دول ادراك طرفين، ما احنا لما يكون عادي يعني يجوز انه يدرك طرفين على القول بانه عادي مش يتخلف. ما معنى التخلف؟ انه يجد لا التخلف يعني يدرك اثنين، عدم التخلف اللي هو طرف واحد. لا مش بس هو لما هو عادي يمكن التخلف، ادراك الطرف الواحد نفسه يضاد النظر. ايش ادراك الطرف الواحد نفسه يضاد النظر؟ كيف ادراك يعني
النظر اصلا يوصلك الى طرف واحد لا يتعلق لا يخطر لا يخطر ببالك الطرف الثاني. العالم متغير وكل متغير حادث. ايه اللي جاء في ذهنك حدوث العالم؟ لا يجيش الطرف الثاني ابدا. والا ايه معنى الدليل؟ الطرف الثاني يجي لما تنظر في دليل فاسد اللي هو الشبهه ويجي واحد برضه ما يجيش معاه اثنين. انما امتى يجوا الاثنين؟ لما يكون شك او ظن او وهم. فهنا بيقول لك عدم الخطور ده يعني عدم الخطور يجي ايه؟ عند العلم ما يجيش عند الجهل. عند الظن والشك والوهم. الجهل ده زي العلم بالظبط. عدم الخطور ده انه لا يخطر ده عقلي ولا عادي. فالشيخ قال هنا عادي وهو المعتمد. يعني دلوقتي الشك والظن والوهم يقول انه متى نظر في طرف لم يخطر بباله الطرف كويس. عدم الخطور ده لو كان عقليا لانقلب الشك والوهم انقلب عينه لا 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 كده في درجه واحده. لو كان عقليا ما هو ايه الفرق بين العادي لم يتخلف؟ لو كان عقلي يبقى لا يتخلف. كونه عادي يعني يمكن تخلفه. هي معنى امكان تخلفه. امكان تخلفه يعني يخطر الاثنين. صفحة كم؟ 17. شوف بيقول كده ما هو اشكال هم. يبدو انت ما حضرتش الدرس اللي هو ايه. شوف كده صفحة كم يا شيخ؟ 17. وحقيقة النظر ترتيب امور معلومة على وجه يؤدي الى استعلام ما الى استعلام. مش هو معلوم ما ليس بمعلوم يعني الى طلب. اسأله في سن الطلب. يبقى اذا واحسن منه هو يبقى أن ترتب النظر وقت معلوم او ترتيب ماشي معلوم ماشي يتوصل الى المطلوب. لا ماشي ماشي اللي هو المجهول. تمام كده. يبقى اذا لا يمكن يخطر ده بالبال الا بعد النظر. تمام. بعد ايه؟ بعد النظر. لكن هو موجود ضمنا في المقدمتين بس موجود بالقوه. يعني عندك عارف اللي هو ايه في القياس الاستثنائي والقياس اللي هو الاقتراني. مش يبقى هنا ده موجود بالصورة وده موجود بالقوة. فهو موجود. فإذا خطر على بالك من القياس ده هيخطر بالك طرف واحد مش هيخطر الطرف الثاني. متى يخطر الطرف الثاني؟ الطرفين مع بعض. إذا كان شك أو ظن أو وهم. تمام. إذا لا يمكن لا يمكن للناظر اللي هو النظر الصحيح أو حتى النظر الفاسد. إنه الفاسد حيؤدي إلى خطور واحد اللي هو الإيه القدم. والناظر في الدليل الصحيح حيؤدي إلى الإيه الحدود. مين اللي حيجي على باله الطرفين؟ اللي هو الشك والظن الواحد. وده عشان كده بيقول شك أو متردد أو متوهم إلى آخره. فالسؤال هنا عدم خطور الطرف الثاني الموجب للتنافي. لأنه التنافي هيعمل تردد. هل ده اللي هو عدم الخطور ده عقلي ولا عادي؟ فالشيخ اختار قال انه ده عادي. وانا اللي بيريحني انه عقلي. ليه الفرق بينهما؟ انه عقلي يعني معناها لا يتخلف يعني لا يمكن يخطر الطرف الثاني ابدا. انما لو كان عادي في احتمال خطور الطرف الثاني. وهنا اذا خطر الطرف الثاني يبقى اذا اصبح ظن او شك او وهم. فعشان كده على اي اساس الشيخ قال وهو المعتمد؟ لانه ده ليس لا يلزم منه التردد. نعم. خطور الطرفين لا يلزم منه لا خطور الطرفين يلزم منه يا اما شك يا اما ظن. ما هو قال لك هنا
وهذه الثلاثة من لوازمها حضور الطرفين وتنافي اللوازم يوجب تنافي الملزومات. ده نفسه قالها ملا. اسمع كده يا شيخ محمد بيقول ايه قوله لأنه أي الناظر. اسمع كده وهذا بيان انت ايش معاك الكتاب ما ينفعش اثنين طرفين ينظروا وهنا من أجل هذا هنا المشكلة عصتنا. يقول لأنه أي الناظر هذا بيان لوجه التضاد بين النظر وبين ما ذكر كان متضادين والضدان لا يجتمعان. وقوله متى نظر في طرف أي بسبب طرف كالحدوث وقوله لم يخطر بباله أي الناظر يعني لم ينظر في طرف لا يمكن يخطر الطرف الثاني إذا خطر رحنا للشك له. وقوله الطرف الآخر أي الذي هو القدم. وهذه الثلاثة من لوازمها للشك خطور الطرفين بالبال. فهذه الثلاثة لوازمها منافية إيه؟ للازم النظر وتنافي اللوازم يوجب تنافي إيه؟ الملزومات. فكيف يكون عادي هو صحيح عادي مش إيه حيخطر ببال بس في العادة إنما يجوز عقلا أن يخطر بالبال. وعلى أي حال إحنا مش بنخطئ مشايخنا بس إحنا عاوزين نفهم. يبقى احنا خلاص خلينا مع كتاب الله افضل وحنقف عند ايه وهل عدم خلينا في نفس المشكله تاني. اللهم صل افضل لا خلاص مره ثانيه عشان لسه يعني الامر الله صل على النبي اللهم صل افضل صلاه اسعد مخلوق الله محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كذاكرون وعلى عبده الله.